في المغرب الفاسي ملعب كامنولا في كينشاسا، فالأول يريد تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام سانشاين النيجيري، والثاني يسعى لتحقيق انتصاره الثاني بعد فوزه على شبيبة القبائل. ومن هنا جاءت البداية متكافئة مع أفضلية نسبية لأصحاب الأرض الذين انطلقوا نحو مناطق المغرب الفاسي بغية إحراز هدف مبكر، فأضاعوا عدة فرص كان أخطرها تزيدة مانودي التي تصدى لها حارس المغرب الفاسي أنس الزميتي ببراعة قبل أن يتمكن كاسومبا من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 31 مستفيدا من الكرة المرتدة من الزميتي لتعم الفرحة مدرجات ملعب كامنولا. حاول بعدها الفريق المغربي إدراك التعادل فشن عدة هجمات فجولة لم تسفر عن أي جديد. ومع بداية الشوط الثاني انطلق لاعب المغرب الفاسي إلى مواقع الهجوم وهددوا مرمى الحارس الكونغولي مرات عديدة، هذه واحدة منها لعبد الهادي حلحول مرت بجوار القائم، أتبعها بثانية انفرد على إثرها بالحارس قبل أن يتمكن الدفاع من إدراك الموقف وإبعاد الكرة لركنية. ومع استمرار الضغط المغربي يتطاول المهدي الباسل برأسه لعطية شمس الدين المتقنة معادلا الأرقام في الدقيقة 78 ليعود بعدها الزميتي ويرتدي مجددا ثوب التألق مبعدا رأسية كوسومبا الخطيرة في وقت فضل فيه الحلحول الحل الفردي فسدد بيسره، لكن الحارس كان بالمرصاد ليعلن الحكم النهاية بتعادل أفرح الضيوف الذين رفعوا رصيدهم في المركز الثاني إلى 4 نقاط بفارق نقطتين عن سانشاين الذي افتتح هذه الجولة بالفوز على مولودية الجزائر، فيما اكتفى أصحاب الأرض بنقطة وضعتهم في المركز الثاني.